الإنسان يحب أن يكون له بيت، وبيت يعيش فيه الرفاه. الإنسان من ناحية الملبس تكفيه خرقة تستر سوءته، ولكن هل الإنسان يكتفي بهذا المقدار؟ الجواب كلا، وإنما الإنسان يحتاج إلى الملابس التي تعتبر زينة له. إذن الإنسان يبحث عن الرفاه والرخاء والثروة. هذا التوجه الموجود في الإنسان، ما هو موقف الدين منه؟ الإسلام ضد هذا التوجه، كما هنالك بعض الأديان، بعض المذاهب ضد التوجه المادي في الحياة. الجواب على ذلك كلا، الإسلام يبارك هذا التوجه ويشجع هذا التوجه. ما في إشكال أن تكون للإنسان دار وسيعة، هذا في منطق الإسلام من السعادة، من سعادة المرء دار وسيعة. رجل جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، الإمام قال له مضمون الحديث، لماذا لا تبدل بيتك؟ هذا بيتك ليش ما تغيره؟ فقال الرجل هذا البيت هو إرث من أبي، أبي كان يسكن في هذا البيت وأنا ما أحب أغير هذا البيت. فقال له الإمام إذا كان أبوك لا يفهم أنت أيضا لا تفهم؟ الإنسان الذي يعيش في دار ضيقة هذا إنسان لا يفهم في منطق الإسلام، وهذا عجيب. الإسلام المرتبط بالآخرة والمرتبط بالروحانيات، هذه البيوت الضيقة هذه تورث الكآبة في النفس. ليش الآن أكو مرض الكآبة؟ هذا من أسبابه، يعيشون في بيوت ضيقة ما فيها انطلاق، ما فيها سعة، في شقق مثل الأقفاص. الإنسان في هذا البيت يبتلى بالكآبة. إذا أبوه لا يفهم هو أيضا ينبغي أن لا يفهم. فإذا من سعادة المرء في منطق الإسلام أن تكون له دار وسيعة، من سعادة المرء في منطق الإسلام أن تكون له دابة سريعة. هنالك لاحظوا كلمات بعض الفقهاء لعلهم ذكروا هذا المطلب في كتاب الجهاد. هنالك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. راجعوا كتاب الجهاد، بعض الفقهاء ذكروا حتى أنه ينبغي بيت المسلم يكون أعلى من بيت الكافر إلى هذا المقدار. حتى في البيت إذا أكو عندنا جار كافر بناؤه إلى حد معين أنا ما أكون أقل منه ولا مساوي إليه، وإنما ينبغي أن يكون بيتي أعلى من بيته إلى هذا الحد. من ناحية الثروة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. بعض الفقهاء راجعوا كتاب الجهاد يقولون ينبغي أن يكون
أثرى الأثرياء هم المؤمنون، يعني لا يكون هنالك يهودي أو مسيحي يتحكم بالاقتصاد العالم، لا، أثرى الأثرياء يجب أن يكون هم المؤمنون. الروايات في هذا المجال كثيرة جدا ودقيقة وعجيبة، من الأشياء اللي أكو تحذير في الروايات، لا تبيعوا بيوتكم، هذا بالروايات أكو بعض الأفراد يبيعون بيتهم ويأخذون المال ويتجرون به أو يصنعون ما يشاءون. أكو في بعض الروايات نهي عن ذلك، البيت حافظ عليه، البيت لا تبيعه، لأن البيت ثابت، بينما هذا المال يمكن أن يخسر فيه الإنسان. شاهدنا أن الإسلام مو ضد الرفاه ومو ضد الرخاء ومو ضد الازدهار الاقتصادي ومو ضد الثروة، وإنما يبارك ذلك ويشجع ذلك أيضاً.